الآن أنا في نص البصرة وهي منطقة الحيانية. هذا الشارع اسمه شارع القائم، شارع القائم يعني ياه وقائم آل محمد، يرضيكم شارع القائم هيجي؟ ترى هاي شوارع تبليط، أساسها تبليط بس باوع. أرقى شارع هذا كان، هذا كان يسمونه شارع القائم، فهسه تسمى شارع القائم، قائم آل محمد. هيجي زبايل يرضيكم عمي؟ بلدية البصرة هاي الحيانية، هاي باعوا له هذا شارع، ترى تبليط هذا شارع جينا منك، باعوا جينا منك والنوبة قطعنا، لفينا منه جبال وزبايل وكل شيء، باعوا هذا قائم آل محمد، هذا الشارع ماله. لا تسمونه عمي، لا تسمونه باسم القائم عمي، سموه شارع الشيحة، شارع الزبايل. اي هاي عمي يا بلدية البصرة وينكم عن هذا الموضوع؟ الله وكيلكم محمد كبيركم، شغل 3 أيام يصير يرجع شارع، ترى شارع هذا شارع أرصفه، هذا رصيف باعوا، هسه أوريكم هذا رصيف، ها باعوا، ها ها خافوا تقولون ما يتعبون عليه، هذا رصيف باعوا له، ها ها هذا رصيف باعوا له، هذا رصيف وهذا تبليط مبلط كامل، بس هاي أكو بيها شغلة بيها إن السالفة، هذا باعوا، باعوا لعمي شارع القائم زين بالبصرة، يرضيكم هيك البصرة أم المليارات الشريان الأبهر، يرضيكم هيك يصير بيها؟